تعرف أو بس تعرف أنه تسمية الكعبة تبعت شكلها بناءها مربع ومكعب تقريباً بوسط المسجد الحرام بمكة المكرمة، ارتفاعها 15 متر وتغطيها قطعة سوداء يسموها الريتاج. أول من بناها أبونا النبي آدم عليه السلام، وجدد بناءها إبراهيم الخليل مع ابن إسماعيل. طواف الكعبة ركن من أركان الحج، وبعد البعثة النبوية ب13 سنة تحولت القبلة من بيت المقدس للكعبة. الكعبة إلها أسماء كثيرة، منها البيت، البيت العتيق، البيت الحرام، والبيت المعمور وبس.